منظومة صحية للجزائر من أحسن منظومة صحية في أفريقيا. في قلب مدينة وهران تعزز الجزائر جهودها الصحية بمؤسسة الأمير عبد القادر لعلاج السرطان. يجمع المركز بين أحدث التقنيات في العلاج الكيميائي والأشعة مع التركيز على البحث العلمي، حيث تجسد هذه المبادرة جهود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي قدم دعمه الكامل للمشروع من خلال توجيهاته. الدولة الجزائرية أعطت اهتمام كبير لقطاع الصحة، وكانت هناك عدة منشآت يعني قاعدية لتعزيز المنشآت على مستوى ولاية وهران، على أساس أنها مدينة في العاصمة الغرب الجزائري، وهي التي تتكفل بالولاية وب 14 ولاية مجاورة خصوصا في بعض الاختصاصات. من بين المشاريع أيضا التي استفادت منها ولاية وهران، هناك المعهد الوطني للسرطان، وهو الأول من نوعه على مستوى الجزائر. هذا ليس يعني مركز، وإنما معهد وطني للسرطان، فيه شقين، شق علاجي سواء كان العلاج الكيميائي أو العلاج بالأشعة أو العلاج المناعي، والشق الثاني وهو شق البحث، يعني البحث فيما يخص مرضى السرطان على مستوى ولاية وهران أو على المستوى الوطني.